مشاهدينا وين ما انتم وين ما كنتم، برنامجكم اهلا بالعيد اليوم باجواء مميزه، اجواء العيد في طول كرم، فاهلا وسهلا فيكم لنكون واياكم مع عصر حلو على متاوي، حلويات على متاوي في طول كرم شارع نابلس مقام مدرسه الوكالي. لا تنسوا تحضيرات العيد للكعك والمعمول بس عند العلم متاوي، حلويات مميزه 100%. نشوف الاجواء، نشوف تحضيرات العيد، نسال الناس، واكيد دائما انتم رابحون مع حلويات على متاوي، خليكم معنا. مشاهدينا عصر حلو على متاوي، لا تنسوا تحضيراتكم للعيد من الكعك من المعمول بس عند العلم متاوي، برنامجكم اهلا بالعيد معاكم ومع العلم متاوي دائما في الصداره. كل عام وانتم بخير. كل عام بخير. كل عام وانتم بخير. تعرف عليك؟ عدنان السيد من غزة. اهلا وسهلا باهلنا غزة، شو اخبارك؟ الحمد لله فيه. كيف الامور؟ تمام والله الحمد لله. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. اصل حلو؟ عنبتاوي. عنبتاوي حتى بغزة بيعرفوا اصل حلو عنبتاوي، تخيلوا حتى بغزة بيعرفوا. اهلا وسهلا فيك. دائما اكيد كل التحية لكم. كيف تحضيراتكم للعيد؟ انت بعيد معيد هون ولا بغزة؟ معيد هون ان شاء الله. سيدي اهلا وسهلا فيك. أول مرة بتعيد بطول كرم؟ أول مرة. يلا إن شاء الله بتلبس بطول كرم. أكيد الأجواء بغزة حلوة بالعيد يعني، والله يصبرها يصبركم ويعينكم. بقول لك أكثر من هيك. حبيبنا. صديقي العزيز. اليوم عندنا سؤال لك من حلويات عنبتاوي، بتجاوب صح بتاخذ جائزة، تمام؟ سؤالنا بسيط بس ركز فيه منيح. ما اسم زوجة أبو لهب؟ فكر يلا. فكرها انا بس نسيتها خلص. طيب اعطيك خيارات. هل اسم زوجة ابو لهب ام ذر، ام جميل، عهود، ليلى؟ عهود. لا يا زلمة متأكد عهود؟ لا، اي حدا بغششك تردش عليه. ام ذر. لا يا زلمة. ام جميل. ام جميل من الاخر. شو عهود ولا ام جميل؟ ام جميل. ام جميل. ام جميل. جواب نهائي. جواب نهائي. يعني هي اروى ام جميل. بالفعل اجابتك صحيحه، هي زوجة ابو لهب. كل احترام كل عبد القادر وزياسر بعتك اياه. مشاهدينا كل عام وانتم بالف خير، ودائما برنامجكم اهلا بالعيد، برنامجكم المميز مع حلويات عنبتاوي. اصل حلو، حضروا عيدكم من حلويات عنبتاوي. كل عام وانتم بخير. انت بخير. كيف الحال؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ خالد عماره. زين يا خالد، كيف امورك؟ تمام الحمد لله. كيف الاجواء؟ الحمد لله مشكور. منيحه. يلا يا سيدي، اهلا وسهلا فيك. حضرتوا للعيد؟ اه طبعا اكيد. يلا مليح. اليوم برنامجنا تحت رعايه كريمه من حلويات عنبتاوي، بتعرفهم؟ عنبتاوي. طبعا. زبونهم. زبونهم وين موجودين؟ شارع نابلس عند مدارس الوكالة. مقام مدارس الوكالة، صحيح. طيب ماذا تعني كلمة جنكيز خان؟ جنكيز خان اسم قائد مغولي. ماشي، بس ماذا تعني هذه الكلمة؟ جنكيز خان؟ قائد مغولي، شو بدي بتعني؟ طيب خليني أعطيك خيارات عشان تفهمني أكثر. هل تعني الرعب؟ هل تعني الحب؟ هل تعني السلام؟ هل تعني القوة؟ القوة. إيش؟ القوة مع الرعب. الرعب بدون قوة. وترى احتل تقريبا شو وصل عند حدود غزة ومصر، احتل يعني العالم. يعني ايش؟ هو قوي. قوي. القوة إجابة صحيحة، وبتربح معنا جائزتك من خلال العنبتاوي. مشاهدينا بأجواء مميزة، أجواء العيد دائما مع برنامجكم أنا بالعيد مع حلويات عنبتاوي، أكيد أصل حلو. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة السلامة. أعرف عليك. عبد الكريم فكر من كفر اللبن. أهلين عبد الكريم، كيف أمورك؟ الحمد لله. كيف تحضيراتك للعيد؟ الحمد لله. شغالين صح؟ صح الحمد لله. إن شاء الله دائما، أهلا وسهلا فيك. وأنت سالمين. وأنت سالم، بتعرف حلويات عنبتاوي؟ طبعا أكيد. تقدر تحضر للعيد منها كيف؟ اسألني كيف؟ بتروح تشتري كعك، تشتري معمول، تنبسطوا، إشي مميز، طعم فاخر على الآخر، حلويات عنبتاوي أصل حلو، أهلا وسهلا فيك. فيك أكثر. أكيد حلويات عنبتاوي موجودين في طول كرم، موجودين في جنين، موجودين في قلقيلية وفي رام الله، وأهلا وسهلا فيكم. يلا نروح للسؤال، جاهز؟ سؤال لك بيقول كالتالي. بدك تركز منيح ها؟ يلا. كم يبلغ طول الاثنى عشر من معدة الإنسان؟ أنا في 12 في المعدة، الجهاز الهضمي أصلاً. قد إيش طولها؟ أعطي خيارات. يلا، متر، 30 متر، من 20 ل 25 سنتي، 70 سنتي. من 20 ل 25 سنتي. يعني مش متر. طبعاً. متأكد؟ لا أكيد طبعاً. جواب نهائي. نهائي. إجابة صحيحة، أكيد من 20 ل 25 سنتي هي طول ال 12 في معدة الإنسان. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صحة والسلامة. مشاهدينا بكل محبة دائما مع حلويات عنبتاوي، أصل حلو عنبتاوي، وعنوانكم الكبير في عالم مميز لتحضيرات العيد ببرنامجكم أهلا بالعيد. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. عرف عليك؟ أيام صغير. أيام صغير. أيهم صغير. أهلا وسهلا، كيف حالك أيهم؟ الله يسعدك. شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. أمورك منيحة؟ حضرتوا للعيد؟ لسه يعني
تحب حلويات عنبتاوي؟ طبعا اكيد. اصل حلو؟ اصل. اصل حلو عنبتاوي؟ 100%. اهلا وسهلا فيك، روح للسؤال. بدك سؤال صعب قلت لي صح؟ طيب سؤالنا لك بيقول كالتالي، بدنا نجاوب عليه صح؟ طيب، ما هو الفيتامين المسؤول عن تقوية نظر الإنسان؟ الفيتامين المسؤول عن تقوية نظر الإنسان، نظرك، أنو الفيتامين المسؤول عن تقويته؟ فيتامين؟ الفيتامين المسؤول عن تقوية نظرك. فيتامين دال. فيتامين دال. أعطينا كمان فيتامين براسك. أروح للخيارات، هل هو فيتامين ب، فيتامين سي، فيتامين فور، فيتامين ألف؟ فيتامين ألف. فيتامين ألف. يعني مش فيتامين ب. فيتامين ب. هو أنت رايح رايح جاي جاي شو بدك؟ خلاص فيتامين ب. لا ركز. ألف ألف. ألف. إجابة صحيحة فيتامين ألف، وأكيد بنقول لك ألف مبروك. دائما وابدا مع حلويات العنبتاوي، اصل الحلو عنبتاوي، فكل عام وانتم بالف خير. مع حلويات عنبتاوي خياركم الكبير في عالم مميز من الحلويات، تحديدا للي بحضروا العيد ما تنسوا حلويات عنبتاوي. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. كيف حالك؟ نحمد الله. اعرف عليكي؟ انفادي. كيفك يا انفادي؟ الحمد لله. تعرف حلويات العنبتاوي؟ طبعا ازكى واطيب حلويات عندنا. اهلا وسهلا فيك يا انفادي. الله يخليكي. طيب انفادي رح نعطيكي سؤال، بتجاوب عليه صح بتاخذي جائزة، تمام؟ ان شاء الله. يلا سؤالنا لك بيقول، سؤال سهل. ايهما اقوى، بصر الانسان ام بصر البومة؟ وبقديش؟ بقديش اقوى؟ اول شيء انو اقوى؟ البومة. البومي. بقديش بتعرفي؟ والله ما بعرف. طيب اعطيك خيارات؟ اقوى كثير من. طيب اعطيك خيارات، اقوى ب 20 مرة، 30 مرة، 50 مرة، 100 مرة. يلا بومي صح، بس انا اقوى ب 30 ب 20 ب 50 ب 100 50. يا والله انك شاطر، والله انك شاطر، بس ما حيك للحجة وتاخذ الجائزة. اجابتك صحيحة وكل عام وانت بخير. مشاهدينا دائما وابدا كل عام وانتم بالف خير، اصل الحلو عنبتاوي، حلويات عنبتاوي مميزون دوما بعطائنا الذي لا يتوقف. كل عام وانتم بخير. طب الف خير. كيف حالكم؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله. مع بعض؟ طب اسمع حمودي. علي. سلام. اهلا وسهلا فيكم. انتم شله؟ بتناموا بتصحوا زي بعض؟ بتاكلوا زي بعض؟ نعم زي بعض. كل شيء زي بعض؟ كل شيء زي بعض. حلوياتكم من وين؟ لنبتاوي. بس بس مين؟ طيب اليوم برنامج اهلا بالعيد من حلويات عنبتاوي، اهلا وسهلا فيكم. راح نروح لسؤال، بتعرفوا عن حلويات عنبتاوي شيء؟ وين موجودين؟ مخيم. لا مخيم. شرق المخيم على شارع نابلس. شارع نابلس مقام مدرسة بكاري. طيب يلا سؤالنا لإلكم، حيوان لا يشرب الماء ما هو؟ لا يشرب الماء. ولا له خاص. والله انك شاطر. لا مش السمك. هو الحوت زي اخو السمك. شو يعني الحوت؟ يعني جبت شيء جديد؟ لا. اعطيك اعطيكم خيارات، هل هو الاسد، الكلب، القط، الكنغر البري؟ الكنغر البري. شاطر يا اسلام، واجابه صحيحه الكنغر البري، اجابه صحيحه واكيد كل عام وانتم بخير. لهون وصل ختام هذه الحلقه المميزه من حلويات عنبتاوي، حلويات عنبتاوي المميزه دوما، اصل الحلو عنبتاوي. وما تنسوا تحضيراتكم للعيد لازم تكون عند العنبتاوي، الكعك المعمول، روحوا على العنبتاوي في طول كرم، شارع نابلس مقابل مدرسه الوكاله، لا تنسوا جنين، قلقيليه، ورام الله موجودون. اهلا وسهلا فيكم، فدائما بنقول لكم كل عام وانتم بخير، الى اللقاء.